ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه. هل يشترط أن يكون الخطبة بمحل الصلاة؟ لا يشترط. يعني هم خطبوا من مكان ثم انتقلوا إلى مكان آخر صلوا فلا بس. ثم ولا فهمهم، الفهم الأربعين ليس بشرط لما يسمعونه، بل يكفي ماذا؟ أن يفهموا أن هذا خطبة. وشرط فيهما عربية لاتباع السلف والخلف فيهما، يعني في الخطبتين. وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها. وهؤلاء الناس يعني في البلاد الأجمية أو في البلاد العربية، إذن الخطيب يعني يخطب بلغة فصيحة، الناس يعلمون اللغة الدارجة فقط، هم لا يفهمون يعني هذا الخطبة بالفصيحة. فإذن ما الفائدة بهذه الخطبة بالعربية في مثل هذه الحالات؟ معرفتهم لها، عدم معرفتهم لها، العلم بالوعظ في الجملة، وهم يعلمون هذا الخطيب يعظنا ينصحنا، هذا القدر يكفي في الجملة، هذا وعظ ويرشاد. يأمرهم بالتقوى ويأمرهم بالطاعة، هذا يفهم كل مسلم، هذا القدر يكفي. قاله القاضي، يعني قاضي رحمه الله. وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم، وإن أمكن تعلمها وجب على كل على الكفاية. فإذا أهل محلة لا يعلم أحد منهم العربية، ماذا يفعل؟ يخطب واحد منهم بلغتهم، يعني لو لم يتمكن التعلم قبل خروج الوقت، لو كان هذا متمكنا يجب على الكفاية، على الجميع بالكفاية التعلم. تعلم اللغة معناه تعلم، يعني هذا الحمد لله صلى الله على محمد، أوصيكم بتقوى الله أو أطيعوا الله، ثم هذا قراءة آية مثلا بسم قل هو الله أحد، هذا آية يكفي، أو الحمد لله رب العالمين آية يكفي، أو ثم بعده هذا يجلس ويقوم، ثم هذا يكرر، ثم يدعو المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين، تم هذا. لو كان يمكن أن يتعلم هذه الأمور يجب. ثم خطب منهم واحد بلسانهم، هكذا قال. فإذا لو خطب هذا الواحد بغير لسانهم لا يصح. ثم وقيام قادر، هذا ذكر هنا شرط فيهما عربية. فيهما ما معنى فيهما؟ يعني الخطبتين، أي أركانهما دون ما عداها، هكذا ذكر في التحفة، أي أركانهما دون ما عداها. فإذن هنا شبهة لبعض العلماء، نعم، أي أركانهما دون ما عداها. فإذن غير الأركان لا يشترط فيه العربية، نعم صحيح، هذه العبارة صحيح، لكن أين يوجد يعني ما عداها في الخطبة؟ يوجد في الحمد، يعني لو ذكر الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض كذا وكذا وكذا، فإذن الحمد لله ركن، والذي بعده ليس بركن بل هو تابع للركن. كذلك في الصلاة أيضا، صلى الله على سيدنا محمد، ثم بعد ذلك الذي كذا كذا، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، هكذا إمام الأنبياء، هكذا يعني صاحب لواء الحمد، هكذا ذكر. فإذا كل هذا يعني غير ركن، أما صلى الله على محمد فقد ركن. فإذا في هذه التوابع لا يشترط. لو ذكر بعض الأوصاف، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر بعض تحميدات بغير العربية فلا بأس. ثم أما بالنسبة إلى الوصية بالتقوى، ليس هكذا يعني تابع ولا متبوع. كلما يذكر مما يفيد هذا، ما يفيد الحث على الطاعة والزجر عن المعصية، يعتبر ركنا. لأجل ذلك لا يجوز يعني في شيء من التقوى بالوصية الترجمة، هذا أمر.
ثم امر اخر. هنا قال يعني شرت فيهما عربية يعني أركانهما دون ما عداها. هذا الشرط لأي شيء؟ الشرط لصحة الخطبة. فإذا معناه لو ترجم فتصح الخطبة، هذا معنى، هذا هو معنى العبارة. هل هناك يعني خلل آخر من جانب آخر؟ هذا معناه لا يكون هناك خلل بس من جانب الترجمة لصحة الخطبة فقط. هل يأتي يعني خلل آخر من جانب آخر لصحة الخطبة؟ نعم يأتي. لو فرضنا يعني أولا يعني في الحمد والصلاة هناك تابع ومطبوع، هناك في الدعاء أيضا يعني الدعاء للصلاة يعتبر تابعا، لذلك قال يعني ألا يطيل حتى تفوت الموالاة. فإذا هنا مسألة هذا الذي يأتي بغير العربية هل يكون يعني لغوا حتى لو طول تفوت الموالاة؟ يعني لو كان طويلا، ذكرنا هنا في دعاء الصلاة لو طال، وكذلك في وصف في ذكر المناقب لو طال تفوت الموالاة، كذلك بهذه الترجمة هل تفوت الموالاة؟ نعم تفوت الموالاة كما ذكر الإمام الرملي رحمه الله. عبارته هكذا بعد نقل عبارة التحفة قال: يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من الموالاة، ويجب وفاقا لمحمد الرملي أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي. لو طال الفصل بغير العربي تفوت الموالاة. فإذا هذا دون ما عداها. متى يكون هذا؟ لو كان قصيرا فقط لا يضر يعني صحة الجمعة، وإلا يضر صحة الجمعة. لو طال تفوت يعني الموالاة من جانب آخر تأتي مفسد للجمعة. ويجب وفاقا لمحمد الرملي أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربية وإلا ضر. ومنع الموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال، هكذا كتب ابن قاسم. يعني رجل بين الأركان يسكت طويلا، وبهذا السكوت ماذا؟ يفوت يعني تنقطع الموالاة، كذلك بغير العربية أيضا تنقطع الموالاة فسدت الجمعة. وهكذا كتب ابن قاسم يعني على المنهج. والقياس عدم الضرر مطلقا، هكذا يعني في هذا خلاف بين ابن قاسم وبين علي شبرام اللسي. علي شبرام اللسي يقول والقياس عدم الضرر مطلقا، يعني لو طال الفصل، لو طال الترجمة أو لم يطل لا يضر. ويفرق بينه وبين السكوت، يعني ابن قاسم نظر بينه وبين السكوت إعراضا أن السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربية، فإن فيه وعلا في الجملة. لأجل ذلك ليس مثل السكوت بل لا تفوت الموالاة، هكذا ذكرها. فإذا بين الشارحين هذا خلاف، يعني بين ابن قاسم وبين علي شبرام اللسي. أما هذا إمام ابن الرملي وهو صرح بأن هذه الترجمة لو طالت فهي مبطلة للخطبة. لأجل ذلك ينبغي ألا يغتر الخطباء والعلماء بقول علماء الشافعيين في هذه المسألة، يعني العربية شرط في الخطبتين أي أركانهما دون ما عداهما ما عداها، ينبغي ألا يغتر. فإذا هكذا لو ترجم يأتيني هكذا مصيب. فإذا الذي يترجم ممكن بسبب يعني قراري ماذا أعبر، بعض العلماء يعني لم ينتبهوا إلى مثل هذه الدقة مسائل الدقيقة، أو يعني أمر سلطان بعض الخطباء يلترون إلى الترجمة. فإذا أفكر حيلة
ഓഹും യഖ്തുബൂന ഫിൽ മിംബരി ഖുതുബത്തൻ ഫീ ലുഗത്തിഹിം സുമ ബഅദ ദാലിക അഖീറൻ മദാ യുകറർ അർക്കാന അൽ ഖുതുബ തമാമൻ ബിൽ അറബിയതി ബിൽ അറബിയതി തമാമൻ وهو يكرر أركان الخطبة ثم يجلس ثم يأتي هذا الخطبة الثانية يعني بالعربية فإذا كأنه سبقت خطبة يعني لغوية باللغة المحلية ثم بعد ذلك هو يأتي بأركان الخطبة وتوابعها جميعا بدون فصل بالعربية فإذا تتم الجمعة وتصح وإلا يعني على هذه الأقوال ينبغي يعني التحذر ابن قاسم الرملي كلاهما يقولان هذا خطبة باطلة لو بطلت الخطبة بسبب الترجمة بطلت الجمعة أيضا